القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. المسيح قام. هذا هو احتفالنا في هذا اليوم، احتفالنا بقيامة المسيح، بانتصار المسيح على الموت. فحق لنا أن نفرح بهذا العيد وأن نفرح بقيامة المسيح الذي أقامنا معه أجمعين. نبدأ أولاً بأن نطلب رحمة الله لنا جميعاً وأن نندم على جميع خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء عليكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدامة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. Oh.
اللهم يا من فتحت اليوم أبواب الأبدية بابنك الوحيد قاهر الموت، نسألك ونحن نحتفل بقيامة الرب المجيدة أن يجددنا روحك القدوس فننهض إلى ضياء الحياة في المسيح يسوع ربنا ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. جلوس. لطفاً الواقفين على باب الكنيسة، في أماكن إلكم هون في الأمام، حوالي 10 محلات موجودين، فبدل ما تضلوكم واقفين تفضلوا. الكراسي الأوائل قبل البنوك فاضي، اللي على الجوانب بحبوا يجي يجلسوا هون. القراءة الأولى: أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من بين الأموات. قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام شرع بطرس يقول: أنتم تعلمون ما جرى في اليهودية كلها، وكان بدء الأمر في الجليل بعد المعمودية التي دعا إليها يوحنا، وكيف مسح الله بالروح القدس والقدرة يسوع الناصري، فمضى من مكان إلى آخر يعمل الخير ويبرئ جميع الذين استولى عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود على كل ما فعل من الحسنات في بلاد اليهود وأورشليم، وهو الذي صلبوه وقتلوه، غير أن الله أقامه في اليوم الثالث وخوله أن لا يظهر لا للشعب كله بل لليهود الذين اختارهم من قبل، أي لنا نحن الذين أكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات. وقد أوصانا أن نبشر الشعب ونشهد أن الله أقامه دياناً للأحياء والأموات، وله يشهد جميع الأنبياء بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا. كلام الرب. إنا إلى الأبد رحمته. ليقل المتقون للرب إنه صالح، إنا إلى الأبد رحمته. هللويا هللويا هللويا. يمين الرب ارتفعت، يمين الرب صنعت ببأس، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. هللويا هللويا هللويا. الحجر الذي رذله البناؤون هو صار رأساً للزاوية، من عند الرب كان ذلك وهو عجيب في أعيننا. هللويا هللويا هللويا. القراءة الثانية: اسعوا في الأمور التي في العلا حيث المسيح. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. يا إخوة، أما وقد قمتم مع المسيح
فاسعوا إلى الأمور التي في العلا، حيث المسيح قد جلس عن يمين الله. ارغبوا في الأمور التي في العلا، لا في الأمور التي في الأرض، لأنكم قد متتم، وحياتكم محتجبة مع المسيح في الله. فإذا ظهر المسيح الذي هو حياتكم، تظهرون أنتم أيضاً عندئذ معه في المجد. كلام الرب. الشكر لله. Yeah.
يوم الأحد بكرت مريم المجدلية إلى القبر، والظلام لم يزل مخيماً، فرأت الحجر قد أزيل عني. فحثت السيرة إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر إلى القبر يسرعان السائر معاً، ولكن التلميذ الآخر سبق بطرس فوصل قبله لا ألقى، فانحنى ولم يدخل، فأبصر الأكفان على الأرض، وكان سمعان بطرس يقتفي أثره. فوصلا بعده فدخل القبر فأبصر الأكفان على الأرض والمنديل الذي كان على رأسه ملفوفان في مكان على حدى لا ملقى ما دخل التلميذ الآخر وقد وصل قبله إلى القبر فرأى وآمن، لأنهما لم يكونا قد فهما بعد الآية التي تقول: إنه يجب أن يقوم من بين الأموات. كلام الرب. التسبيح لك المسيح قام.
المسيح قام. مش شايف الابتسامة على وجوهك؟ هذه هي البشرة بتبين حتى مع الماسك. هذه البشرة السارة، هذا ما يجعلنا نبتسم، هذا ما يجعلنا نتغلب على كل صعوبة، على كل ألم، على أي شيء. إيماننا بأن المسيح قد قام في مثل هذا اليوم. احتفلنا بالأسبوع المقدس، رافقنا السيد المسيح في ساعاته الأخيرة على مثال كثير عليه. على مثال الرسل والنسوة المؤمنات، رافقناه في صلبه وفي موته. ولم تنتهي القصة، لم تنتهي قصة السيد المسيح عند الصليب والموت، ولكنها تصل إلى قمتها في فجر يوم الأحد مع بزوغ فجر جديد، فجر لا نهاية له. إذا كان الله قد خلق العالم في 6 أيام، في اليوم السابع استراح، يوم الأحد هو بداية اليوم الثامن، بداية لخلق جديد. هكذا كان آباء الكنيسة يرون في يوم الأحد، أنه هو الخلق الجديد، البداية الجديدة. عندما نعلن قيامة المسيح بالتحية الفصحية، المسيح قام، فإننا نعلن انتصار المسيح على الموت والخطيئة. الموت والخطيئة لم يعد لهما سلطان مع المسيح. حتى نفهم القيامة بشكل أفضل ومعناها، هل نستطيع أن نتخيل أن الإنجيل ينتهي يوم الجمعة مع موت المسيح؟ هل نستطيع أن نتخيل الإنجيل بدون الفصل الأخير من كل إنجيل؟ الفصل الأخير اللي يحدثنا عن القيامة. إذا قمنا الفصل الأخير من الإنجيل، ماذا يبقى لنا من الإنجيل؟ في أحسن الأحوال يبقى أن الإنجيل يحدثنا عن شخصية تاريخية علمت تعليم رائع، ولكن هذه الشخصية أعداؤه انتصروا عليه، الشر والخطيئة انتصرت عليه، لأن الموت كان نهايته. هذا بدون الفصل الأخير من الإنجيل. لذلك يقول لنا القديس بولس: إن لم يقم المسيح فبشارتنا باطلة وإيمانكم أيضا باطل. لذلك القيامة تغير كل شيء. المسيح هو الذي انتصر، انتصر على الشر والخطيئة، انتصر على الموت. حتى يوم الجمعة ظهر وكأن الشر والعنف والخيانة واستعمال السلطة والقوة انتصر على المسيح عندما مات على الصليب، وقد ظن أعداؤه أنهم انتصروا عليه في نهاية يوم الجمعة. ولكن الفرق كبير ما بين ظلمة يوم الجمعة وفجر يوم الأحد. ذلك إنجيل القيامة يبدأ به وفي فجر يوم الأحد. المسيح هو الذي أطاع حتى الموت، الموت على الصليب، لذلك رفعه الله، لذلك أقامه الله، ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء. المسيح هو رب الأحياء والأموات. مع انتصار المسيح انتصرت رسالة المسيح، كل ما بشر به. عندما أقامه الله فهو يصادق ويثبت كل ما ورد في رسالة المسيح، رسالة المحبة والغفران والمصالحة. هذا هو إيماننا، وهذا أساس حياتنا المسيحية. هذه البشرى إنه ليس ها هنا. لماذا تبحثنا عن الحي بين الأموات؟ لقد قام كما قال. هذا ما يغير في إيماننا، وهو أساس إيماننا. قيامة المسيح لا يمكن أن تكون إيمان واعتقاد الذي نتعود عليه ولا يكون له تأثير في حياتنا.
إذا كان الشر لا يزال يعمل في هذا العالم فالشر هزم مع المسيح، ونحن مع المسيح سننتصر أيضا. عندما نقول ننتصر على الشر، أولا لنبدأ بأن ننتصر على الشر الموجود فينا. كلنا فينا شر أيضا في قلوبنا، لننتصر عليه بتوبة صادقة، لنجعل الخير ينتصر على الشر. ليسد قلوبكم سلام المسيح، ولتسد المسامحة والمغفرة. الشر لا يزال موجود في هذا العالم؟ نعم، كما أن الألم موجود، المعاناة موجودة في هذا العالم، الموت لا يزال موجود في هذا العالم، ولكن قيامة المسيح هي إيماننا وهي أيضا رجاؤنا، هذا الرجاء الذي لا يخيب. مع القيامة نعلم أن النصر النهائي هو لله وليس للإنسان، النصر هو للحياة وليس للموت، النصر هو للخير والمحبة وليس للشر. إذا كانت الخطيئة لا تزال تسكن في قلوبنا، فلنعلم أن المسيح بقيامته حررنا منها. إذا كانت الظلمة لا تزال موجودة في قلوبنا، وكل شر وكراهية وضغينة هي ظلمة موجودة، قيامة المسيح هو النور الذي يبدد هذه الظلمة. إذا كنا لا نزال نعاني نحن من الألم، من الشر، من الموت، فلنحيي إيماننا بالقيامة، بالحياة. هو الذي قال أنا القيامة والحياة. هذه البشرى السارة لكل متألم، أن المسيح تألم لكي ينتصر على الألم. بشرى سارة لكل من يعاني في حياته، أي نوع من أنواع المعاناة، إن كانت صحية أو كانت اجتماعية أو يعاني من الوحدة أو أي معاناة، قيامة المسيح هي النور الذي يضيء حياتنا، والذي يؤكد لنا أن يسوع لأنه قام من بين الأموات فهو موجود وحاضر معنا، هو الذي وعدنا أنا معكم حتى نهاية العالم. كل شيء بدأ مع مريم المجدلية وبعض النسوة، ربما النسوة هن اللواتي لم يفقدن الأمل، ذهبنا مع فجر الأحد إلى القبر، من هناك بدأت البشرى، ذهبنا فسمعنا كلمات الملاك إنه ليس ها هنا، لماذا تبحثن عن الحي بين الأموات؟ لقد قام كما قال. هذه البشرى التي نقلتها النسوة أول مبشرات بالقيامة إلى التلاميذ المترددين المتشككين، يعني يعيشون في هذه الحيرة، ولكن هذه البشرى التي بدأت من هذه المجموعة الصغيرة غيرت حياة ليس فقط هؤلاء النسوة والتلاميذ، ولكن غيرت وجه البشرية. هذه البشرى التي انطلقت من القبر المقدس فانتشرت في العالم كله أعطت رجاءً جديداً للبشرية. نحن اليوم مدعوين أن نعيش، أن نختبر هذه القيامة. نتذكر القديس يوحنا الذي سمعناه في الإنجيل قبل قليل، ذهب إلى القبر، رأى القبر فارغ، رأى اللفائف هناك، فرأى وآمن، اختبر هذه القيامة، رأى أن المسيح كان على حق عندما قال أنه سيقوم من بين الأموات، مع أنهم لم يفهموا عليه في ذلك الوقت. آمن بأن يسوع هو أقوى من الموت، آمن بأن المسيح هو الذي يخلص البشرية بأسرها، رأى فآمن، وهذا الإيمان الذي غير حياته ومعه غير حياة البشرية. نحن مدعوين أن نعيش أيضا هذه الخبرة، أن نختبر قيامة المسيح اليوم، لذلك القيامة هي سبب فرح لنا، هو سبب هذه الابتسامة التي نراها خلال هذه الأيام وكل الاحتفال. هذه الخبرة الفرح التي نعيش أولا في الاحتفال القداس اليوم بهذه التراتيل، بترتيلة هللويا، بكل التراتيل التي نقوم بها وبكل مختلف مظاهر العيد أيضا، نعيش هذا الفرح
لأن هذا اليوم يوم مميز لنا جميعا. فليضئ نور المسيح حياتكم، خاصة كل من يعاني ويتألم. ليضئ المسيح بقيامته حياتكم، ولنعش جميعا في هذا النور بعيدا عن كل ظلمة وشر وخطيئة. آمين. نؤمن بإله واحد. مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وخبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي هو أفناء الملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يزاد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لنرفع الصلاة في هذا النهار المقدس إلى الله الذي استجاب دعاء ابنه الحبيب وابتهاله، فيبادر ويعطف على تواضعنا. لأجل رعاة نفوسنا، ليسهروا على الرعية التي وكلها إليهم الراعي الصالح، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل العالم أجمع، لينعم بالسلام الذي يمنحه المسيح، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل إخوتنا المتألمين، ليتبدل حزنهم إلى فرح ولا يسلبهم أحد هذا الفرح، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل رعيتنا هذه، لتشهد بكل جرأة لقيامة المسيح، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. اللهم يا من يعلم بأن حياة البشر تفتقد إلى أمور عديدة، استجب رغبات المبتهلين وحقق طلباتهم بالمسيح ربنا. جلوس. بعد البركة نرجو من الجميع البقاء في أماكنهم ليتسنى لسيادة النائب البطريركي الأسقف المنتخب الأب جمال الخضر وأبونا أنطون والجميع للخروج إلى عباب الكنيسة، حيث يتقبلون التهاني والمعايدة. Yeah.
صلى الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. في فرحة العيد نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الكريمة، بها تولد كنيستك ولادة جديدة، وبها تغذى على الدوام بنوع عجيب بالمسيح ربنا. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان، وأن نمجدك تمجيدا أعظم في هذا النهار وقد ذبح فصحنا المسيح. إنه الحمل الحقيقي الذي أزال خطايا العالم، وهو الذي بموته نقض موتنا وبقيامته أعاد الحياة إلينا. لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل المسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد قائلين: إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فيتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي
دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الأب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. أذكر يا رب كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، اجعلها تنمو في المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيسنا وأسقفنا المنتخب الأب جمال خضر وسائر الإكليروس. أذكر إخوتنا الذين راقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مرحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف مارشاربل بادر بيو والرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد. امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول وامنح السلام في أيامنا، اضدنا برحمتك واحفظنا من الخطية لنامنا كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح.
أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلام يمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. يكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. بفرح القائم من بين الأموات تبادلوا سلام المسيح. حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب اسمك مستحقا أن تدخل تحت سقفي ولكن كل كلمة واحدة بالنسبة للمناولة من وسط الكنيسة من أقصى الشمال وأقصى اليمين والرجوع من الداخل. بالنسبة لهؤلاء الموجودين في خارج الكنيسة سيأتي الشماس أو الكاهن لتتم المناولة هناك.
الموتى افرحي أورشليم، كل شيء صار جديدا، قد تبدل القديم. الله حي بين شعبه، جعل مسكنه معهم. لا أحزان لا أوجاع لا دموع بعد اليوم. Thank you.
المبارك أحد الفصح، أود باسمي وباسمكم أن أشكر سيادة النائب البطريركي الأسقف المنتخب الأب جمال خضر على ترأسه لهذه الذبيحة الإلهية. بالنسبة للرسامة الأسقفية للنائب البطريركي الأب جمال خضر ستتم في بيت لحم بتاريخ 6/5، ودخوله الرسمي إلى الأردن سيكون في 12/5، وسنوفيكم في حينه عن توقيت دخوله إلى هذه الكنيسة. ويوم الأحد 15/5 سنحتفي بأسقفنا الجديد هنا في هذه الكنيسة الساعة 10:30 صباحاً. باسمي وباسم النائب البطريركي سيادة الأسقف المنتخب جمال خضر وباسمكم في هذا الصباح المبارك نوجه لجلالة ملكنا عبد الله الثاني بن الحسين أجمل تهانينا، مجددين ومؤكدين عن حبنا وولائنا لأردننا ولملكنا المعظم، ورافعين الدعاء إليه تعالى طالبين أن يحفظه دوماً بالصحة والعافية ويمنحه نعمه الغزيرة ليقود البلاد نحو المزيد من الحب والإخاء والإزدهار والاستقرار. حمى الله أردننا وملكنا والعائلة الهاشمية بأسرها، فنحن جندك يا أبا الحسين. بودي أن أشكر جميع الفعاليات من أبناء هذه الرعية التي أفتخر بها. أشكر حضرة الشماس هي العلامات ووقفته وحضوره الدائم بيننا. أشكر إخوتي الشضايقة مهند خوري ومؤيد بقاعين على عملهم المميز، كما أشكر أخواتي الراهبات الفرنسيسكان نيات اللواتي يقفن دوماً معنا. أشكر مجلس الرعية اليد اليمنى لكاهن الرعية وللرعية. أشكر فرقة الترتيل بقيادة الأخت ديانا كاليس وعازف الأورج الأخ جوزيف عكشي. نشكر الكشافة والمرشدات والأخويات والشبيبة، كما وأشكر باسمكم وباسمي الأجهزة الأمنية كافة، فإنها هي العين الساهرة التي ترافقنا دوماً والتي تسهر دوماً على الأمن والاستقرار. والآن كلمة شكر لكل واحد منكم نابعة من القلب. هذه الكلمة هي باسمي وباسم 221 أسرة. أنتم كنتم لهم السند في هذه الأيام في إدخال الفرحة والابتسامة في بيوتهم. لقد تم مساعدة 226 عائلة بمبلغ يتراوح ما بين 50 إلى 100 إلى 200 دينار لكل أسرة حسب احتياجات تلك الأسرة وحسب حجمها، خاصة المرضى منهم. ومجموع ما قدم لهم هو مبلغ 19,300 دينار كلهم منكم. طبعاً كل هذا المبلغ هو منكم إما كنتم تضعون في الصندوق أو مباشرة إلى كاهن الرعية. طبعاً لم يتم جمع كل هذا المبلغ في هذا الوقت، لذا ما نقص لإتمامه تم أخذه من مصاريف من دخل الكنيسة. يتضمن هذا المبلغ أيضاً 220 كوبون مواد غذائية من سوبر ماركت الفريد بقيمة 25 دينار. أستغل المناسبة لأشكر أخوية السيدات اللواتي جمعنا مبلغ 1868 دينار، وأخوية ملجأ الخطأ التي جمعت 1514 دينار. أشكر قناة نور سات التي تواكبنا دوماً في مسيرة نشر كلمة الله إلى كل بيت مسيحي حيثما كان. أشكر موقع abuna.org الإخباري اللي دايماً بيسعدنا أنه نتابعه. وأخيراً أنا بفتخر فيكم وأعتز في كل واحد منكم، فأنتم من حقق ما قد تم إنجازه في هذه الرعية. يكفي ذكر مشروع
أو بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة. هذا الإنجاز الأول اللي حتماً سيسجله التاريخ، فأنتم أول رعية بتاريخ البطركية منذ ما يقارب القرن النصف والنصف الذي استطاع أن يبني بناء من 1700 متر مربع للكهنة كبار السن. وآخر إنجاز هذا ما ترونه على يسار الهيكل اللي عملناه للعذراء والشاش الموجود. أريد أن أشكر الجنود المسؤولين من شبابنا اللي عملوا جاهداً لوضع هذه المادة الكبيرة وتنسيقها على الكمبيوتر، وشكراً. لنصلي. اللهم أحرس كنيستك بحنان لا يكل ولا يمل، وإذ تنعشنا بأسرار فصح الرب الناهض من بين الأموات، أبلغ بنا نور القيامة المجيدة بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. هللويا هللويا. الشكر لله. هللويا هللويا. Love.